نحن سنكون بالمرض جنب إلى جنب إلى هذا الشعب الأبي. حقيقة استعمار الغاشم، بل استعمار استعمل أولاده في الحرب، ولكن للأسف اليوم هذا الاستعمار أو ما بقي بالاستعمار الآن هو فكر استعماري، لأن لحد الآن بقي هذا الفكر الاستعماري لدى البعض، وهذا الفكر الاستعماري يستعمل فيه بعض من أولادنا الجزائريين أو أشباه الجزائريين من خونة ومرتزقة وشواذ ومثليين نعرفهم واحد بعد واحد، فهم وقفوا صفا واحدا مع هذا الناس، فهم ليسوا منا ونحن ليس نحن لسنا منهم، كما قال الشيخ عبد الحميد بن باديس: لو قاتل فرنسا الاستعمارية قل لا إله إلا الله لما قلتها. كما قال الشيخ بوعمامة: لو سمعتم رنين الرصاصة في قبري فاعلموا بأنني ما زلت في حربا مع الاستعمار الفرنسي. ولكم من هذا، ولا بد علينا أن نقف رجل واحد وأن تكون صفوفا واحدة، ونعطي درسا إن شاء الله في الانتخابات يوم 12/12 بوحدة الشعب الجزائري بموقفه الواحد من أجل الحفاظ على استقلال الجزائر ومن أجل وحدة الجزائر.